يا فاطمة يا فاطمة، هاتي القصير. زين ماما. يا فاطمة، هاتي الخمير. زين ماما. يا ربي، من قبل ما يذهبون أغراضهم. أنتم مو بويه رحلات. يو خلوف، نشي من الرقاد إذا بتسير. أمينا خلاص جاهز، متى بنسير؟ أنت أشطر واحد يا حبيبي، أنت حبيب أمك. مريوم، وين توكتي؟ ليش كله تاخذين أغراضي؟ أنت متى أصلاً شفتيني ألبس توكة؟ تضيعين أغراضك وتقولين أنا. عيال هاي شو؟ هديها، هاي مالي، أمي جابت لي إياها. يا الكذب، هاي أنا شرتنها يوم صرنا المول أمسات. هاتي يلا هاتيها. ها، ما ذهب الخمير؟ أنا الحين أسوون أينة، ما في خلاص. ويحسبي الله عليك، ليش ما عينتيها من قبل؟ يا أختي، أنا حطيت الشاي فين؟ زماهير مبكر. أمي أنا جاهز، يلا متى بنسير؟ شوف يا حبيبي، تعال هنا هو. اقعد هنا وما تتحركش، وعد لغاية 10 هتلاقينا كلنا خلصنا ونزلنا. ها، عد عد وخلينا خلص شغلي ده. دي 1 2 3 4 5. وخري، خل أسحي شعري، وخري ما أشوف. أنت اللي وخري، ماخذ المكان كله. يا ربي، متى بفتك وتكون عندي حجرة بروحي؟ متى؟ يا ربي، أنا اللي متى بفتك؟ بس خلاص راسي عورني منك. 10 11 12 13. منو شل ترسل آيفون؟ عنبو، ما يتم عندكم شي في البيت؟ انت خلصت ولا لسه يا اخويا؟ هنطلع الرحلة امتى؟ المغرب ان شاء الله. يلا انجز انجز. 50 51 52 53 54. اشوف له طاوليني اللي ذهب. على شغلك هذا، باكر بنوصل جيب الجيس. ما في ضربوني لا، انت اول ما قولونا سوي خمير، اول قولونا يبا باجلة، بعدين قولونا سوي جباب، الهين قولونا ما في جباب سوي خمير. ماما شو هذا، مسخرة؟ بس خلاص يلا، صخي صخي عني، انا روحي في حالة. هاتي هذا خلنا نسير. ليش شايل الشبشب مالي؟ شو تبيبه؟ هذا زنوبة عشان يوم اركب جبل جيس. هذا السلبر الراقي مالي، تبين تركبين فيه اليبل؟ سيري هاتي زنوبة فاطمة، يلا سيري. شو هالزطاطة؟ بلبسه يوم واحد بس. خليه يلا خليه. ما بخليه، خلاص قررت اخذه. لو تموتين يا مريوم ما اخذتي عيال. هدي اقولك. 221 222 223 224 225. ما شي ولا غترة نظيفة؟ ما يبتو غترية من الدوبي؟ بعد احنا اللي حنجيبها. طرشوا الدريول. ما ترشوا انت يا اخويا، ولا على راسك ريشة. يا ربي، الحين انت حاط الاغراض في الدبة، وين شي مكان حق البنيات يا ليسن؟ حطهم فوق. 804 805 806 807 808. هاتي الأغراض اللي جنب الباب يا فاطمة. فاطمة، حط الجدر والأغراض فوق، ما شي مكان في الدبة. ماما شو هذا، سامان فوق سيارة؟ وين بنسير هن سلالة؟ دق لهن هرن، دق لهن هرن، خليه يظهرن. شو يسوون لنا الحين؟ دق لهن هرن أشوف. 1001 1002 1003 1004. تعالي لسهني في النص. بتيلسوني في النص؟ بزوع ترى، والله لزوع عليكم. جوعي والله ما نشيت. خلوف، ليش خلني أجلس قدال الدريشة؟ بس خلاص، من سبق لبق. قسم بالله يا مريوم، أما انثبرتي ويلستي لمرخش مراخ. 20001 20002 20003 20005 20. مشاهدين الأعزاء، انذار عام، الكل اللي ما يصدقون يشوفون غيمة في السماء ونفاق طايح طشونه، ولا نطوا بقشهم وحصيرهم ودلالهم وتربعوا في البرور، ولا سدوا الشارع في جبل جيز.
نبغى نقولكم ان شيء عاصفه كبيره جدا جدا يايتنكم، هذا غير الضباب، قروا في بيوتكم احسن لكم. عندكم الا كل واحد ناجس العصر الموبايل ويطالع في البيت، من تسير روسكم وهني من تسير روسكم. هي الحق شو طالعين احنا؟ اطلعوا الشوارع، اطلعوا المناظر، شوفوا الدنيا. ويه بسم الله، شو هذا انت؟ من وين مو نسواقه؟ لازم خلي مسافه، ما يمسك سياره. كركر زياده ما بي ها؟ هذا نفر بي وقف واخد مره زين؟ هذا نفر وقف فجاه، لا انت ما خليت مسافه كفايه. بعد ما يلبسون هزامة أمان، أنت لازم ما في سوق سيارة، أنت لازم سوق همار. الله أكبر، أنا سوق همار؟ والله أنا بيسوي اخترام مالتاني نبر، أنت في نبر خربوت. يا رب اسكتي أنا، لا تدخشينه هو يسوق بعدين يتعب ابنة. شوفي بعد لفي ما يعطوني إشارة. روح حبيبي روح علم سواقة مرة تاني، سير هذا مدرسة مال المدفع مال سواقة داخل شارجة أحسن. أنت ما في يسكت ها؟ أنت ما في يسكت؟ أنت شو في معلوم داخل سواقة؟ أنت ما في مال سواقة، أنت مال مطبخ، بعد طبخ مال أنت ما في زين، لخم مال أنت يا بالسمسم طاير ما في يقدر أكل، ولا أنت كلام ما في زيادة، بعد تعالي ادرس مكان مال أنا بعد تسوي سوق أنت. حسبي الله عليك، صخي أنا، البتان ما يتخارشون، اسكتي أنا، بيدعم فينا. بس صخو وصلنا راس الخيمة، اطالعوا شقاغاوية وشرحة، والواحد يوم يدخلها يحس بالراحة. يا الله راس الخيمة وهلها الهين هنسيرونه فوق جبل. انت ما يسوي خربوت سوق سرع سرع ما في انتبه. انتم مو بشايفين ان في شيء غريب؟ شو؟ انه ما شي سياير وايد، وبالعادة في هالوقت سياير مازر الشارع وما نتحرك من الزحمة. مش قصة إن مفيش سيايير وايد، قصة إن مفيش سيارة غير سيارتنا على الجبل. هي والله غريبة، ليش؟ رشيد أبوي شوي أبوي يسوق ابنه شوي اللهم أجرنا. شو استوى؟ هو حصل إيه؟ هذا الطاير بنشر. أمي شو بنسوي الحين؟ قولوا لا إله إلا الله. شوفوا أكلنا طاح من فوق السيارة، ما شيء عندنا كل الحين. يا الله أحسن ريوعان الحين. بنزل بتلاحق الأكل. والله ما عتبت، والله ما عتبت، نفاد تنفذ الأكل، أنت مش شايف الوجه يا ولا. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا ما أشوف شيء، متى استوى هالظلام؟ لا إله إلا الله، نحن دينا ما نشوفه من الضباب، كيف بنصلح التاير؟ هذا بعد يمكن ما يعرف وين صلح تاير، هذا سيارة ما يعرف سوقونه، كيف يعرف صلح؟ يا الله شو بيستوي علينا الحين؟ احنا على الجبل وبهالعواصف والتاير منطر وماشي عندنا اي مؤونة او اكل. اذكر والله هو القادر والمسخر واللي بيده كل شيء. انا ابا ارد البيت، عد لي مليون الحين ما حد بيردك. بحاول اتصل بالانقاذ بيوننا. لحظة، شو ها؟ ما شي ارسال. وانا بعد ما شي، لا ارسال ولا نت ولا اي شي، كيف بصور سناب الحالة؟ يا مصيبتي، شكل اللي الحقيقي واحنا هنا، ايه اللي حيحصل لنا؟ طب يا ريت طلبت مليون جنيه. امي انا خايفة، شو بيستوي علينا؟ قولوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله صاحب الأمر وبيده كل شيء، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. في شيء يدز السيارة واجهه، بس المشكلة ما يبين في الظلام. لحظة بشوف بكشاف التليفون. أمي هذا جني. يا لهوي يا مصيبتي، طلع لنا جني يلي ما تهنتيش بشبابك يا نفيسة، يلي ما فرحتيش بولادك يا نفيسة، يلي ليلتك مش باين لها صبح يا نفيسة، فينك ياما؟ بسم الله. اذكر والله هذا تيس. تيس؟ ده جني وعامل نفسه تيس. اذكر والله واستغفروا وتوبوا إليه، وقل اذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
يا الله يا الله انك تسامحني، انا وايد سويت اشياء غلط في حياتي، كيف الله بيسامحني؟ الله هو التواب الرحمن الرحيم، يغفر الذنوب جميعا. انا بعترف، يوم كنتوا تعطوني بيزات ايبها اغراض حق البيت كنت اشل نصها واسير العب بها ويا يموع ورشود، انا اسف ويا ريت الله يغفر لي. انا يوم كنتوا تقولوا لي سير صلاه الجمعه كنت اسير العب مع ربعي في السكه، ويوم تخلص الصلاه ارجع، ما ادري اذا الله بيغفر لي. الصلاه عمود الدين يا ابوي، بس اذا هي توبه صدوق الله بيغفر لك. اكيد بتكرهوني كلكم على هذا الاعتراف، انا اللي حطيت الفلفل هذاك اليوم في الاكل عشان اضحك عليكم، وانتو تحريتوا حمود وضربتوا. قلت لكم ما حد صدقني. وانا ما جبت 100% في الرياضيات، انا زورت الورقة وانا في الصدق جايبة 56%. ان الله يغفر الذنوب جميعا، ان الله غفور رحيم. وانتي ما سويتي شيء؟ على صراطي المستقيم يا اختي، بصلي وبصوم وبتصدق وبستغفر. واللسان اللي تقرضي به الاوادم كل يوم؟ الحين انا الله ستر علي المده دي كلها عشان شويه عواصف وضباب، ويمكن حتى نموت هنا ولا حد دار بينا. عايزه افضح نفسي ان الله ستر حليم يا حبيبتي. رشيد ما في زال، انا بس اقولها كذي علشان انا خوفة لا نفر. انت بعد انا ما اريد انت بي زعلان، انا شويه اكل فلفل زياده يجي حار زياده. استغفروا يا ابوي، استغفروا، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم، استغفر الله العلي العظيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. شوها راحت العاصفه وطلع النهار. قوموا نشو، طلع الصبح وراحت العاصفه. رشيد يصلح التاير. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. سيبي الخمير، سيبي أكلينا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، ما هقيت أنا أصبح اليوم. أنت تخرس خالص، أنا أجمع الفلوس من قلبي علشان حاجة البيت وأنت بتخنسر منها؟ الحمد لله لك يا رب، اتحريت الوادي بيجرفنا وبنطيح من فوق اليبل، الحمد لله. انت كمان تخرسي خالص، انا اللي جبت لك هديه بالشيء الفلاني ودفعت دم قلبي فيها عشان جبت 100 من 100، وانت اساسا جايبه ضعيف. استني صبرك عليا لما ارجع البيت واخدها. عاد انت تبينها من الله وتردين اي هديه جبتيها. وانت يا اللي ما بتصليش، وانت يا بتاعت الفلفل، حسكوا عينكوا اسمع نفسكوا طول السكه واحنا راجعين، مفهوم؟ حمامة بالتهلال، أريد أن أخبركم أن أمكم سامحتكم على كل اللي صار، وخير الخطائين التوابين. قولي لهم يا نفيسة نفوس، قولي لهم أنا سامحتكم لأن الله غفور رحيم، ولأني أمكم ولازما أسامح وعدي وأعلم وأربي. عايزاكم تبقوا عيال كويسين صالحين علشان نفتخر بيكم، ولما أموت بعد عمر طويل تدعولي وتكونوا عيال صالحين عشان ربنا يتقبل منكم ومني. الله يعطيك طولة العمر يا مايا، والصحة والعافية يا رب. أنا أحبك وايد يمي. لازم يكون عندنا تسامح، نبقى نبدأ صفحة جديدة من غير كذب، كونوا صادقين وإحنا دائما بتشوفونا نسمع لكم بصدر شرح. إنزين إذا السالفة شي وبنبدأ صفحة جديدة، أنا أبقى أعترف. قولي يا مريم ولا يهمك. يا الدود تحيدين البراقع اللي يبتيهم مخصوص من العين طلبية؟ هيبة لهم،
أنا وزعتهم على صديقاتي يوم الهالوين. إيشو؟ كنا نبغى نتنكر بلبس الساحرة وخلاص راحوا. حسبي الله عليك من قوية. تعالي هني، تعالي. وين عيال التسامح والصفحة الجديدة؟ تعالي تعالي أقول لك. الحقوني غوصه.